كان في صراع هلالي اتحادي في حقبة برها عليه، ايش انتهى عليه؟ ابعاد منصور البلوي. هو الحقيقة هذه حدثت وانا كنت في القاهرة في البطولة، في اثناء تواجدي في البطولة العربية. كلفت الامير نواح، وكلف الدكتور صالح بن ناصر رئيس لجنة الاحتراف، وبعض الرجال العامل في الاتحاد السعودي اللي ما بحدا في هذه الناحية. فشكلت اللجنة هذا، وبعد ما شكلت اللجنة طلعت طلعون على نتائج خلال يومين، والنتائج اللي طلعت أن أول شيء نادي الهلال لها الحق، لأنه هو اللي جاي منتشر في نادي الهلال، لها الحق التعاقد معه. إذا لم يرغب في نادي الهلال وهو لحق فيه فيبعد من المملكة العربية السعودية، فأبعد في نفس اللحظات. ليش السيد البلوي حينما طلع للإعلام وقال أنا أقل، هل السيد البلوي في هذه اللحظة حب أن يوهم الناس بأنه هو مظلوم وأن هناك مؤامرة تحاك حوله أو شبه ذلك؟ لماذا يقول أنا أقلت، وليش ما قال والله نعم أنا ارتكبت خطأ بأخذ كلام من الهلال؟ سواء منصور البلوي أو غيره، الذي لا يعترف بالخطأ فهو يخطي نفسه ولا يخطي الآخرين. فسواء كان منصور البلوي أو غيره إذا لم يعترف بخطأ أمام الناس، والناس كلهم عارفين خطأ. فلذلك أنه عدم تبريره بتبرير واهي، أعتقد أن هذا ليس من مصلحته. وبعدين كأي رأس نادي يا أخي، ما في رأس نادي مخلد هلالي. في صراع هلالي أهلاوي من 2015، وش انتهى عليه لما أتت قضية العويس؟ أقصير يا رجالة الأهل. أمير خالد بن عبد الله بن عبد العزيز مع حفظ الألقاب لم يتعرض لأي نوع من أنواع الطلب أو الضغط أو أي شيء. لا يمكن تضغط على قامة زي خالد بن عبد الله بن عبد العزيز للابتعاد عن النادي الأهلي. هو ابتعد بناء على رغبته. وش انتهى عليه؟ كان النادي الأهلي المفروض الآن يلعب في الدرجة الأولى. على جمهور الهلال وعلى الهلاليين اللي خارج المشهد أن يعرفوا شيء واحد. العويس مفروض مشطوب. أن الأندية عانت الأمرين من بعض المتنفذين الهلاليين داخل المنظومة الرياضية. تيسير الجاسم مفروض مشطوب. في أشياء تقال وفي أشياء ما تقال.